معقول؟ معقول قمر يحصل لها كل ده؟ دماغي رفضت تصدق إنها ممكن تكون عملت كده. أنا صحيح ما كنتش بكلمها، بس سماهم على وجوههم. لأ، أكيد في حاجة غلط، عشان كده روحها بتجيلي وعايزة حقها. قطع تفكيري، إيدي اتحطت على كتفي، اتنفضت برعب، بس أخدت نفسي لما لقيته خالد صاحبي وصل. كان شكله غريب، دقنه طويلة وعينه حمرة ومجهد جدا، وكأنه بقاله سنين ما بينامش. شكله متبهدل بطريقة غريبة. قعد خالد ولقيته بيقول لي ما تخافش، قعد جنبي وولع سيجارة. قلت له غريبة، انت عمرك ما كنت بتدخن. رد عليا وقال لي وهو مرتبك، انا بموت يا اشرف، انا مش قادر استحمل السر والذنب لوحدي، محتاجك معايا، محتاجك معايا يا صاحبي. قلت له ايه ده؟ طيب ممكن تقولي في ايه؟ قال لي قمر يا اشرف مش سايباني، قمر عايزة تقتلني يا اشرف. قلت له انا مش مستوعب كلامه. قمر؟ قمر مين اللي عايزة تقتلك؟ وعايزة تقتلك ليه ان شاء الله؟ قال لي قمر حبيبتك وشاور لي على البيت. اتعجبت، ازاي نادر القهواجي بيقولي انها ماتت وانت بتقولي انها عايزة تقتلك؟ هو ايه اللي بيحصل ده؟ انا مش فاهم اي حاجة. قال لي روحها، روحها بتحوم حواليا ومش سايباني وعايزة تقتلني الا اذا قلتلك الحقيقة. عشان كده لازم تعرف الحقيقة كلها، لازم تعرف يا أشرف عشان أنا أرتاح. فضلت ساكت وأنا مش قادر أنطق، وبسمعه وأنا بموت حرفيا من جوايا. معقول؟ معقول في ناس شريرة كده؟ فضل يحكي ويتكلم، وكل كلمة بتخرج بصعوبة وبدموع، والندم باين على عينيه. قال لي اللي مفيش عقل يستوعبه، وكل كلمة يقول لي سامحني يا صاحبي. أمر؟ قمر بعد ما انت سافرت بدأت تحس بغيابك، ولما كانت بتشوفني قاعد لوحدي على الكافيه من غيرك كالعادة قلقت وجت سألتني عنك. وقتها حسيت بالغيرة، اشمعنى؟ اشمعنى انت اللي اخدت بالها من غيابك؟ جاوبتها، قلت لها بكذب انك سافرت ومش راجع تاني، لانك اتجوزت وهتعيش هناك على طول. استغربت، قلت له طب ليه قلت لها كده؟ قال لي بارتباك، لاني كنت بحبها وكنت بغير عليها منك، ولما كنت بشوف نظرات الإعجاب في عينيها ليك كان نفسي أكون مكانك وتعجب بيا أنا. ليه تحبك أنت مع أني أنا بحبها قبلك؟ قلت له بس أنت عمرك ما قلت لي أنك بتحب قمر. قال لي لأني كنت بشوف حبها ليك في عينيها. فضلت السكوت وقتها، ولما سافرت قلت دي فرصتي الوحيدة أني أخليها تحبني وتنسى إعجابها بيك. بس اللي جنني انها جت وسألتني عنك بمنتهى الجراء. اتجننت، ازاي تتجرأ انها توقفني في الشارع وكمان تسألني عنك؟ ده حب بقى مش مجرد اعجاب. سألتها ايه اللي بتحبيه في اشرف، ولانها لسه صغيرة وبريئة جاوبتني بمنتهى الصراحة وامنتني على سرها. عيطت لما عرفت موضوع جوازك وقالت لي انها بتحبك وإنها كانت مستنياك تتقدم لها وتخطبها. كملت كلامها بيأس وحسرة وقالت لي أبلغك سلامها وإنها بتتمنى لي كل السعادة، حتى لو مع واحدة تانية غيرها، بس أنا ما رحمتش دموعها ولا كسرت قلبها وسبتها تمشي، سبتها تمشي ودموعها على خدها لما قلت لها إنك مش بتحبها وإنك اتجوزت غيرها. وسبتني ومشيت، وشفتها بعد شهور، بس كان شكلها غريب، كانت مجهدة على الآخر. وقفتها وسألتها مالك يا قمر، بس ما ردتش عليا غير بجملة واحدة، أرجوك يا خالد ممكن أطلب منك طلب؟ قلت لها اطلبي. قالت لي ممكن تتجوزني وتاخدني أعيش معاك وترحمني من جوز أمي، وأنا هعيش عندك خدامة، أخدمك أنت وماما الحاجة، بس أعمل فيا معروف وخدني من البيت ده. لكن لتاني مرة طلعت ندل وسبتها ومشيت. قلت لنفسي ايه اللي يخليها تطلب مني طلب زي ده غير ان في حاجة، وظنيت فيها انك ممكن تكون عملت فيها حاجة وسافرت وسبتها. ايوة، ايه اللي يخليها تعترف بحبك قدامي وتقول انها كانت مستنياك تخطبها؟ يبقى اكيد كان في بينكم حاجة، وجاية بقى دلوقتي تطلب مني الجواز عشان اكيد سرها تعرف لجوز امها وبيعاقبها. رديت وقلت لها تلاقيكي عملتي مصيبة وبيربيكي، ما هي اللي تعترف بحبها الشاب بالبجاحة دي
لازم تكون أخلاقها وحشة وعايزة تتعدل وجاية تتحامي فيا، وفاكراني أنا القفا اللي هيشيل بلوتها. لا يا ماما، روحي بعيد ودوري على غيري. ولتالت مرة، لتالت مرة طلعت ندل وتخليت عنها وسبتها، ومرت الأيام وانقطعت أخبارها ومبقتش تروح المدرسة ولا تنزل الشارع خالص، لحد ما في يوم شفت ماجد، شفت أخوها الصغير وهو رايح الحضانة. سألته قلت له ليه أختك مبقتش تنزل معاك؟ قال لي أصل بابا بيضربها كل يوم بالليل لما بيدخل عليها الأوضة وبيبقى عايز ينام جنبها. والرابع مرة طلعت ندل وظلمتها إنها كمان بتخون أمها، يبقى كده شك في محله، وإنها إنسانة سيئة السمعة، وسبته ومشيت. لحد ما جه اليوم اللي اتصدمنا كلنا لما لقيناها مقتولة ومرمية عريانة في الخرابة اللي ورا البيت، وجي البوليس يحقق ويسأل، وأنا بمنتهى الحقد حكيت له كل اللي عرفه، إزاي إنها كانت إنسانة سيئة السمعة ومن يومها وهي مش سايباني في حالي. الأول كابوس، لكن دلوقتي بقى ملازمني على طول. أنا عايزها تسامحني، أنا قلت لك على الحقيقة كلها زي ما هي كانت عايزة، ده طلبها، بس أنا حقيقي ما عرفش هي ماتت إزاي أو مين اللي قتلها، خصوصا إن المعمل الجنائي أكد إنها مش بنت. أرجوك يا صاحبي خليها تسيبني وتسامحني. دموعي نزلت على قمر الملاك البريء اللي كانت بتمشي في الحتة كلها وكل الناس بتتمنى بس تكلمها. يا ريتني ما كنت سافرت، أنا عارف إن جزء أمها كان سكري وسمعته زي الزفت. يا ريتني كنت اتجوزتها وسافرت بيها، ما كانش حصل لها كل ده. سألت خالد هو جزء أمها راح فين، راح في أنهي داهية؟ قال لي بعد ما القضية اتحفظت ضد المجهول لسوء سمعتها عزل هو ومراته وابنه، وناس قالوا إنه مشي من نظرات الناس ليه والكلام عليهم. قلت له انت ما تعرفش عنوانهم؟ قال لي لا، بس ماجد زي ما هو في مدرسته. قلت له كويس تعال معايا، ورحنا مدرسته واستنيته لما خرج. سلمت عليه والولد عرفني وحضني وقال لي انت كنت فين يا ابي؟ دي قمر كانت مستنياك. استغربت من كلامه، قلت له قمر؟ قمر مين؟ قال لي قمر اختي يا ابي، ما هي كل يوم بتجيني وتنام جنبي في اوضتي وتحكي لي حدوته زي ما كانت بتعمل زمان. قلت له انت عارف ان قمر ماتت واللي بيموت ما بيرجعش يا حبيبي؟ قال لي ايوه، بس قمر بتجيني وبتقعد معايا في اوضتي يا ابي ومش بترضى تاكل معايا. قلت له ممكن تحكي لي بابا كان بيتخانق معاها ليه يا حبيبي؟ قال لي انها كانت بتقفل علينا الاوضه بالمفتاح، وهو كان بيبقى عايز يدخل ينام معانا في نفس الأوضة، وهي ما كانتش بترضى تخليه يدخل ينام معانا في نفس الأوضة. بس اليوم اللي مشيت فيه أنا كنت نايم جنبها وبابا شالني ونايمني جنب ماما وقفل علينا بالمفتاح، وأنا قمت من جنب ماما عشان أشوف قمر اللي كانت بتزعق لبابا وبتقوله ابعد عني ابعد عني لقتلك، وكانت بتصرخ. بصيت من فتحة الباب لقيتها ماسكة السكينة وهدومها مقطعة، بس بابا مسك ايديها جامد ومسك السكينة اللي في ايديها وضربها بيها وقفل عليها بالمفتاح، وما سمعتش صوتها تاني. نمت وصحيت الصبح لقيت بابا نايم جنبي انا وماما. رحت اوضة قمر عشان اصحيها ونروح المدرسة، بس ما لقيتهاش، غابت عني كتير، ولما كنت بقعد اعيط بالليل واناديها عشان كنت عايزها، خصوصا لما ماما ماتت بعدها لقيتها جنبي وقالت لي انها هتجيني كل يوم علشان تشوفني وتحكي لي الحدوته وتطمني، وانك انت اللي هتجيبها تعيش معانا تاني يا ابي لما تقرا الجواب. انتبهت لماجد وقلت له جواب ايه؟ قال لي لما انت غبت فتره اديتني الجواب احطه في شقتك وانا حدفته تحت الباب، بس انت ما جيتش يا ابي ولا سالت، وسألت صاحبك عليك قال لي انك مسافر ومش هترجع تاني. ماجد عرفني طريق بيتهم الجديد، وعرفت كمان ان امه ماتت بعد موت قمر باسبوع من الحزن عليها. رحت البيت وفضلت ادور على الجواب، وفعلا لقيته تحت السجادة واخدته وبدأت اقراه. لقيتها بتعترف بحبها ليا
وبتستنجد بيا لأنها خايفة من جوز أمها لأنه بيتحرش بيها كل يوم بالليل. وأنا بقرأ الجواب سمعت صوتها في الشقة بتعيط، ولقيتها ظهرت لي تاني وحكت لي إن جوز أمها قتلها بعد اغتصابه ليها المستمر، ولما فاض بيها حاولت تدافع عن نفسها بس هو كان أقوى منها وغرز السكينة في رقبتها وهي مسكاها، وإن خالد صاحبي ساعده بشهادته الزور. أخدت الجواب ورحت أخدت ماجد وخالد وطلعت على اسم الشرطة وبلغت عن الواقع وديتهم الجواب، وخالد أدلى بكل اللي يعرفه وقبضوا على المجرم جوز أمها واعترف بكل حاجة وخد إعدام، وأنا أخدت ماجد يعيش معايا. ومن يومها وهي بتجيلي كل يوم وهي بتضحك ضحكتها الجميلة، ودي كانت حكايتي مع روح قمر. عشان كده جاي أقول لكم اوعوا تاخدوا قرارات بسرعة، واوعوا تسيبوا حد محتاج لكم، واوعوا في غمضة عين تصدقوا كلام عن اكتر حد انتوا شايفينه كويس. الناس ملهاش غير الظاهر، وفي 100 حقيقة مخفية ورا البيوت والابواب والشبابيك. عشان كده اتأنوا قبل ما تحكموا على حد بالباطل، اتأنوا قبل ما تحكموا على بنت وتسوقوا سمعتها، واعرفوا ان دي كبيرة قوي عند ربنا سماه قصف محصنات.